اخباركم؟ كي دايرين؟ مع الصحه هاني، كلشي لاباس؟ كي دايرين مع الصد؟ كلشي لاباس. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، كنتوحشكم. تنقول دائما خاصني ما نكرهش الوقت اللي تكون عندي والوجبه فاش نصور لكم نصور لكم، علاش لا. اليوم غادي نمشي نخرج للمكازا، بغيت نشري شي واحد الكادو لواحد السيده عند عيد الميلاد، وبغيت نشري لها كادو. والمهم انا فيما مشيت فيما اللي شريتها غادي نشاركها معكم. ولا لقيت شي وقيته نصور في المكازا، ما لقيتش، عرفتي راه كيكونوا الناس وداكشي وكنحشم نصور، ولا ما عندكش لو دغوا تصوري ولا شي حاجه. المهم حتى لما صورت لكم حتى نجي للدار هنا ونصور لكم، ماشي مشكل نصور لكم داكشي اللي شريت، ماشي مشكل. ومن بعد غادي نحضر معكم واحد الغوتي، غوتي دو بوف ديال اللحم ديال العجل، عمري ما حضرته معكم، وغنحضروا معكم وتشوفوا الطريقه ديالي واش غتعجبكم ولا ما تعجبكمش. المهم حتى نخرج ونعاود نرجع عاد ندخل الكوزينه. يلا بقاو معايا، ما تمشيو فين، ما تزابيو فين، بقاو الفيديو حتى الاخر، عافاكم شوفوه كامل من الاول حتى الاخر. شوفوا بعدا غير دوك 6 ديال الدقائق، 7 ديال الدقائق، 8 ديال الدقائق، والفيديو كيكون فيه 14 دقيقه، ماشي مشكله. شفتوا 6 7 8، عاونوا اختكم فاتيناس الله يخليكم. يلا بقاو معايا. مشيت لدمار وخاصني واحد الكادو نشريه، وهانتوما واحد السيده اللي مغرقاني ومهليه فيا، او زويون غزال صيفي. هانتوما ما كانش غالي بزاف، غندير لها بابي كادو دابا. وانا خديت ليا، خديت ليا يا اختي، لقيتها اون بروموسيون، خديتها هانتوما سيوا صيفية غزالة. دابا تشوفوني لابساها، فنة 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 ومبردة، توبها مبرد غزال يا لالا. وخديت عاوتاني وحدة أخرى، ها هي وهادي غزالة حتى هي، فنة مبردة، ما تعجبني التوب، توب كوتون مبهجة مخضرة مزرقة. ايوا هادشي اللي كاين. خديت واحد لي غوب لان ما بقاوش عندي لي غوب، مع زدت شويه في الوزن وما بقاوش عندي لي غوب، وخديت هاد جوج باش نبقى نبدل الا كنت معروضه ولا شي حاجه، كانت شي مناسبه. هما ديال كل نهار راه عندي خلاص ما كنخدمش. ايوا هانتوما معايا خوتي خواتاتي، هنا غادي نشارك معكم واحد الغوتي، خوتي خواتاتي غنشارك معكم واحد الغوتي. ها هو غوتي ديال 6 ديال الناس، ها هو غادي نتقبو بحال هكذا، نتقبو بحال هكذا وندير فيه دريسات ديال الثومه رقاقي بحال هكذا، ندخل فيه الثومه مزيان، نتقبو بالموس وتدخلي بحال هكذا، تقبي بالموس وتدخلي، كدوري تقريبا كاع الثومه باش كيجي كتدخل له البنه ديال هاد الغوتي. هانتوما حتى كنقلبو وتندخل فيه التويمه، اش كتجي بنينه، كيجي بنين وكيجي هائل. حتى لما دخلات كتعاودي تقبي بلاصه اخرى وتدخليها في بلاصه اخرى. هانتوما كتشوفوا هالا،
كون غير دريسات غير قوقين هانتوما. قلت نشارك معكم هذا الغوتي. فوالا هانتوما. وهنايا هنا درت شويه ديال البزار، معلقه نص معلقه ديال البزار ونص معلقه سكينجبير والملحه حسب خلاتها هذا، وواحد جوج معالق ديال الزبده. هما كنخلطهم هنايا مزيان 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 مزيان. هانتوما هانتوما. ومن بعد غادي نحكهم على هاد الغوتي. هانتوما نحكهم مزيان. ونديروا البصله ديالنا، نديروا البصله ديالنا هكذا. فوالا ها انتما انتما كطيح انتما. تبارك الله والصلاه على النبي. صافي وندير له واحد البابي كويسون ونديرو في الفران. ندير واحد نص كاس ديال الماء لان كيطلب تقريبا ساعه ديال الماء كانه في الفران اللي كيطلب ساعه ديال الماء كانه في الفران. وندير له بابي كويسون ومره مره هكذا نبقى نطلع عليه يدخلوا داكشي مزيان. نغسل يديا وهانتوما. ندير له بابي كويسون. بعد كنديروا له زويته هانتوما. نديروا له زويته تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه. ومن بعد كنديروا له شويه ديال الماء فاش يطيب لان راه ساعه ديال المكانه فاش يطيب. ندير له هاد بابي كويسون نشارك معكم هانتوما. من بعد نديرو في الفران. نديرو هكا في الفران تيطيب. ونديرو الغوتي ديالنا في الفران وهانتوما بقاو معايا حتى النهاية. بقاو معايا حتى النهاية. صافي هو الغوتي ديالنا وجد. دابا غادي نقسموه، غادي نحاول نديرو طرونش بحال هكذا قاص ماشي قاصح فوالا ماشي قاصح غير مع الخيوط هادوك اللي فيه هكذا. خصنا نحيد له الخيط تيكوب ونكوبي شويه باش تهرش. هانتوما يجي بحال هكا. صافي دابا هانتوما انا قطعته. ومن بعد كندير عليه واحد الشيه ديال المرقه هكذا هكذا باش كنزيد نديرو في الفرشي شويه غير باش ما ورا طايب جا غزال ما شهيت تكون فيه. كيبغي يبدل بنادم شي شويه وصافي هكذا. ومن بعد كنرمي عليه شويه ديال الغوماغان هكذا وغادي نديرو في الفران وانتظروا الشكل النهائي يا احلى متابعين ديالي. كنسطع عليكم وكنحمق عليكم، كنبغي دائما نشارك معكم داكشي اللي كان داكشي باش اللي كنخدم نشارك معكم. شكرا شكرا بزاف وبقاو حتى النهائي. هنا درت واحد شويه ديال الخضره شحر بالثومه والقزبر ما عندلوش وشويه ديال البزار. كانت عندي غير شويه شويه قسمت المقله على جوج. قسمت المقله على جوج. وهنا ها هو لاصوص ديال الغوتي
درت فيه غير لاصوص باش طاب هو الغوتي، مع طيبته بالبصله والثومه وكثر معدنوس والزيت البلديه، ومن بعد درت لا كريم فريش داك لاصوص، درت شويه ديال لا كريم فريش ودرت لي واحد البواطه ديال الشامبينيون صغيره. وها هو تقريبا الغوتي ديالي قرب يوصل قرب يوجد، ومن بعد غنوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الدريساج يا اختي الدريساج. صافي ها الغوتي ديالي طاب، خرجته من الفران، درت دي ليغوم سوطي، غادي نديرو الدريساج. الدريساج يا اختي الدريساج يا اختي الدريساج، فوالا فوالا اون بو دي ليغوم، وشتي واحد الريحه عاطيه غزاله، ما نقدرش نقول لكم الريحه اللي عاطيه. ايوا خلاص راه العين اللي كتاكل، العين اللي كتاكل. ها نتوما شاركت معكم الغديوه ديالنا، وهذا لاصوص درته بالشامبينيون، كديري لاصوص هكذا جا غزال جا بنين، وهذوك الستيك بركت. ها هو الغوتي ديالنا، كنتمنى تديروه وكنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا 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 بزاف للتتبع ديالكم، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.